بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر فيديو من فيديوهات شرح مادة التكنولوجيا للتوجيه الأدبي والتجاري والزراعي والفندقي والشرع والاقتصاد المنزلي، درس قصير وسريع بيحكي لنا عن المهن المستقبلية في العالم الافتراضي. طبعا هذا الدرس مبني على الدرس اللي قبله. فكرة العالم الافتراضي قصده فيها الانترنت، يعني مجازا قصده فيها الانترنت. أكيد هالكلمة إلها معنى أوسع من الإشي اللي حكيته، ولكن في الدرس عندكم هنا بيركز على كلمة الانترنت ومواقع الانترنت، فبالتالي بيحكي لنا بما معنى الانترنت، كيف أنا بقدر أشتغل من خلال الانترنت بدون ما إني أنزل على الشغل. هذه فكرة مهن في العالم الافتراضي. وانتبهوا لكلمة المستقبلية، هذا يوم ما طبعوا الكتاب قالوا المهن المستقبلية. فعليا كثير من المهن اللي انت بتقرأها اصلا احنا بنمارسها بحياتنا وصارت اشي اساسي في حياتنا. خلينا نيجي نقرأ هنا، حكينا اكثر ما يستخدم في العالم الافتراضي هو المواقع الالكترونية على اختلاف انواعها واشكالها. ممكن كمان شوي يصير اشي تاني، ميتافيرس وغيرها، ولكن حاليا خلينا على المواقع الالكترونية. طيب هنا يعني معطينا مقدمة، قال لنا انه في العالم الحقيقي، العالم الحقيقي قصده فيها انك تنزل على الشغل وتروح تشتغل، مليان مهن، هندسة، طب، تسويق، تجارة، غيره من هاي المهن. في ظل التكنولوجيا الموجودة عندنا صار التوجه، بظل انه الانترنت سريع والانترنت ممتاز، صار كثير الناس يتوجهوا لفكرة ان انا اشتغل على من خلال بيتي او من خلال حاسوبي الموجود في بيتي باستخدام الشبكة العنكبوتية من بيتي انا اشتغل. طيب إنه هنا في سؤال، أصبح بالإمكان المواءمة بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي، وضح ذلك. يعني هذا السؤال ممكن يجيك وضح ذلك. النقطة الأولى من خلال، يعني كيف أنا بقدر أوائم بين العالم الحقيقي والافتراضي؟ من خلال استثمار إمكانات العالم الافتراضي لامتهان تلك المهن. النقطة الثانية، من السهل إبرام العقود وتنفيذها. النقطة الثالثة، تبادل الأعمال والأموال من خلال العالم الافتراضي. صراحة لو هذا الدرس بجوز شرحت لكم إياه في عام 2019 أو 2018 لو أخذتوه أنتوا، يعني كثير من الأمور بحاجة إني أفصل فيها، ولكن بعد قصة كورونا صار الموضوع أوضح بكثير، لأنه صار التوجه للعالم الافتراضي أكثر. يعني بدي أعطيكم مثال، مثلا كثير من الشركات بفترة الجائحة نقلت موظفينها يشتغلوا من جوا البيوت، حتى شركات كبرى مثل جوجل وغيرها صار الموظفين يشتغلوا في داخل البيوت، حتى التعليم صار إلكتروني، يعني صار أنت من بيتك تتعلم بدون ما تيجي على المدرسة فترة من الفترات. برضو فكرة ظهرت، هي كانت موجودة ولكن صارت رائجة جدا بعد كورونا، اللي هي فكرة التجارة الإلكترونية. واليوم التجارة الإلكترونية إشي أساسي، يعني اليوم فيش حدا بده يشتري سيارة بروح المعارض، لا، بفتح الفيسبوك بنقي السيارة بروح المعرض وبتفق على باقي التفاصيل. حتى على مستوى المشاريع الصغيرة، يعني كثير من أمهاتنا وأخواتنا صارت تشتغل شغل منزلي، جبنة، لبني، باقي التفاصيل، يعني مثلا أكلات المطبخ الفلاني في بيتها، تسوي مطبخ بدون ما يكون عندها محل أو يكون عندها مطبخ في السوق مثلا، وتروج لمنتجاتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. أقولكم اليوم بالنسبة لموضوع التجارة الإلكترونية، أنا بحكي عن نفسي وعن محيطي، إحنا ما بنشتري إشي بدون ما نفتح على الفيسبوك نشوف المتاجر الحقيقية إيش منزل منتجاتها على المواقع الإلكترونية، وبعدين بنقرر وين نروح مباشرة. يعني منتكبدش عناء إن نلف على المحلات، لا، خلص بنفتح صفحاتهم. وهذا يعتبر تجارة أو عمل من خلال العالم الافتراضي. طيب خلينا نيجي على شوية تفاصيل. هون معطينا شوية تفاصيل على بعض المهن الافتراضية، أهم واحدة فيهن أصلا اللي هي التجارة الإلكترونية اللي حكيت عنها قبل شوية. والتجارة الإلكترونية أهم إشي فيها وأحلى إشي فيها إنه مش شرط يكون عندك محل، مش شرط يكون عندك مخازن ضخم. يعني مارت دوت بي اس بتعرفوه، متجر إلكتروني عنده مخازن ضخمة، وانت من خلال الابليكيشن بتوصي دون ما تتصل مع حدا، بتوصي على الغرض اللي إلك وبعدين هم بتوصلوا معك وبوصلوا لك إياه بوقت سريع مثلا. بس انت مثلا ممكن في بيتك يكون عندك سلع ومنتجات، سواء كانت أكل منزلي أو غيره، بدون ما يكون عندك مخزن، بدون ما يكون عندك محل، بدون أي إجراءات، خلص انت بتعلن عن سلعتك وبتواصل معك الزبون وبتوصل ليها بطريقة معينة. إذن
تحتاج إلى رأس مال يعتمد على طبيعة تلك التجارة، ومن الأمثلة على هاي التجارة الإلكترونية. المثال الأول: استيراد بضاعة مناسبة لرأس المال وحفظها في مخزن داخل البيت والإعلان عنها عبر موقع التواصل الاجتماعي. اليوم أنا بعرف كثير ناس يا شباب بفوتوا مثلا على أمازون أو على إي بي أو غيرها، وبوصوا على بضاعة معينة، والله أنا معي رأس مال مثلا $1,000، معيش أكثر من هيك مشان أفتح محل وأسوي تراخيص. بال$1,000 مثلا أنا بجيب سماعات بلوتوث مثلا، وهكذا بجيب أصناف معينة، ثم بيكون عنده صفحة على الفيسبوك أو موقع تجارة إلكترونية وبروج البضاعة الموجودة عنده. النقطة الثانية: استثمار مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق البضاعة، بضاعة ينتجها الشخص. هون شو حكينا؟ يستوردها، يعني ممكن مثلا مش شرط يستوردها، ممكن مثلا والله أنا معي رأس معين وبعرف تجار من الخليل أو من مناطق، بحكم إني بطول كرم إحنا بنروح الخليل أو مناطق بعيدة، بجيب هذه البضاعة مثلا، بضاعة تكون نادرة أو مميزة، مثلا أقلام معينة، قرطاسية، شواحن جوالات مثلا، بجيبهن بسعر رخيص، ثم أنا بسوق بضاعتي بأي طريقة. هنا حكينا النقطة الثانية: بضاعة ينتجها الشخص، اللي النقطة اللي حكيت لكم إياها قبل شوي، يعني والله مثلا شخص فنان بيسوي مثلا لوحات فنية معينة، والله مثلا رسام أو خطاط بخطط لوحات عنده في البيت أنت بتوصي، أو مثلا عنده ماكينة طباعة كاسات، ماكينة طباعة دروع، ماكينة طباعة كفرات جوال موجودة عنده في البيت وبسوق له هذه الفكرة من خلال مواقع التواصل. الآن هون شو حكينا؟ حكينا أجبان، ألبان، مخللات والمنتجات الصناعية البيتية الأخرى، يعني مثلا زي ما حكيت لكم أمهاتنا أخواتنا، حتى أنت ممكن مثلا تسوي اللبن بشكل معين، ممكن عندك مثلا أغنام وبتسوي جبنة ومش عارف تسوقها، بتسوي صفحة فيسبوك وبتسوق المنتجات اللي خاصة فيك. حكينا هنا، خلصنا طبعا هذول النقطتين. يمتهن ذلك العمل كل متخصص في مجال التجارة أو لديه خبرة في ذلك، إضافة إلى امتلاك مهارات خاصة بالتصنيع الغذائي. يعني والله أنت عندك مهارة تصنيع معين بيتي وعندك خبرة بالتسويق. شباب، خبرة بالتسويق مش شرط يعني بالمعنى الضخم، زي مثلا خبرة إنسان بده يصمم موقع زي مثلا mart.bs أو أمازون مثلا، لا، ممكن خبرة إنه أنت مثلا بتعرف في الفيسبوك، ممكن هاي تعتبر خبرة، بتعرف تصمم جروب معين وفي الجروب مثلا عندك خبرة في قصة مثلا الإعلانات الممولة، يعني خبرة بدائية جدا على هواء العمل اللي إلك. إذن يمتهن العمل اللي هو التجارة الإلكترونية، من يستطيع امتهان عمل التجارة الإلكترونية؟ النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة، هذول ثلاث نقاط، هاي النقطة الأولى، هاي النقطة الثانية، وهاي النقطة الثالثة. نيجي لتصميم المواقع الإلكترونية. طبعا تصميم المواقع الإلكترونية أكيد لازم أنت تكون عندك خبرة في موضوع تصميم المواقع الإلكترونية. وهنا بدي أحكي لكم على جزئية. زمان الشباب كان اللي بده يبرمج، اللي بده بيشتغل أي إشي حاسوبي، كان بحاجة يروح يأخذ دورات عميقة أو إنه يدرس في الجامعة برمجة مثلا أو هندسة برمجيات علشان يستطيع يبرمج. ولكن اليوم على اليوتيوب وعلى المواقع موجود دورات جاهزة ومجانية ومستواها راقي جدا من شان تتعلم هذه الخبرة. فبالتالي هنا حكينا اللي بده يصمم مواقع إلكترونية لازم يكون عنده خبرة في لغات البرمجة. أذكر الخبرات التي يحتاجها مصمم المواقع الإلكترونية. أول إشي: يمتلك لغات برمجة المواقع الإلكترونية، النقطة الأولى. النقطة الثانية: مهارات في مجال التصميم والإنتاج، يعني أنا صممت الموقع بدي أسوي له الواجهة، بدي أسوي له اللوجو، هذه التفاصيل. النقطة الثالثة: بيقدر يسوق لعمله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. واليوم كثير، يعني زمان كنت لما بدك تصمم موقع لازم تروح على شركة وتتفق معهم، اليوم في كثير من المواقع بتصمم لك الويب بيج الخاصة فيك إلكترونيا بدون ما تعرف أنت الشخص اللي بيصمم، بدون ما تحكي معاه ولا تشوفه، خلص بتتفقوا على آلية ثم بيصمم لك الموقع اللي خاص فيك، أو مثلا الفيديو أو مثلا اللوجو أو الديزاين، وأنت بتحاسبه إلكترونيا. تصميم الوسائط المتعددة قصدهم فيها والله أنا بدي أصمم فيديو معين، أنا بدي أصمم كارما مثلا على الفوتوشوب، بدي مثلا أصمم لوجو خاص فيه، هذا المقصود فيها. الآن إيش هدف تصميم الوسائط المتعددة؟ هدفها إنتاج جميع أنواع الوسائط المتعددة لمجالات حياتية مختلفة في التعليم والتسويق وغيرها. يعني والله مثلا أنا
بدي اسوق للشركه اللي عندي. طب انا بدي برومو مصمم، برومو احترافي مثلا، وهذا البرومو الاحترافي فيديو يعني مصمم بايد واحد محترف. الان ممكن اني انا اتواصل مع شخص مونتير، مونتير بيشتغل المونتاج، يكون له صفحه وصمم لي هذا البرومو، انا اعطيه المواد وصمم لي البرومو واودي له المصاري، وكل هذا الحكي يكون بطريقه الكترونيه يعني بدون ما اشوفه انا بالمره. تمام؟ اذا هاي هدفها انواع الوسائط، قصدهم فيديو، والله قصدي بدي لوجو، بدي حكينا هالفكره، شيء وسائط متعدده. الان تحتاج تلك المهنه من يستطيع امتهان مهنه تصميم الوسائط المتعدده. اكيد مثلا بدي لازم الوسائط المتعدده في برامج خاصه زي فوتوشوب، زي بريمير، زي الفاينل كات، فبالتالي بده يكون شخص يعني متقن هذه البرامج. فبالتالي النقطه الاولى يمتلك المهارات في معالجه الصور والفيديوهات والاصوات ومعالجتها. اثنين، استخدام برمجيات متطورة في ذلك. تمام؟ إذا عندنا هنا سؤالين، الهدف وتحتاج تلك المهنة إلى. تمام؟ الآن مدخل البيانات فكرتها إنه مثلا خليني أحكي لك عندك شركة، بدي بس أوضح لكم الفكرة. في هذه الشركة كانوا طول عمرهم المحاسبة على الورق، حولوا المحاسبة عن طريق برنامج الشامل أو برنامج إلكتروني. الحسابات القديمة لأننا نبلش ندخل من جديد، طب أنا عندي 10 سنين حسابات على دفاتر، بدنا شخص مدخل بيانات يدخلهن على النظام. تمام؟ أو مثلا والله حولنا في التربو والتعليم من الأرشيف الورقي للأرشيف الإلكتروني، طب الأرشيف القديم لازم ندخله على النظام علشان أي شخص يستطيع أن يطول بياناته إلكترونيا حتى لو كان قبل 15 سنة مدشر المدارس. فبالتالي إحنا بحاجة لمدخل بيانات. وضحت شو معنى مدخل بيانات؟ طيب خلينا نيجي نقرأ إيش حاكينا عن مدخل البيانات. يمكن ممارسة هذه المهنة بالاتفاق مع إحدى المؤسسات والشركات والعمل في تلك المهنة عبر المراسلة. تحتاج هذه المهنة إلى مهارات التعامل مع برامج الإدخال المختلفة إضافة إلى سرعة إدخال البيانات. يعني والله أنت مثلا بدك تشتغل مدخل بيانات، أكيد أول شيء بدك تكون سريع في الكتابة على الكمبيوتر، ثاني شيء بدك تكون شاطر في التعامل مع المايكروسوفت وورد مثلا، خصائص وإعدادات وتكبير خط، تصغير خط، تخطيط كذا، التنسيقات اللي هي الوورد والإكسل وبرامج إدخال البيانات. هذولا النقطتين اللي بحاجة إلهن الشخص اللي بده يمتهن مهنة إدخال البيانات. مهنة البرمجة، عارفين شو يعني برمجة؟ تستخدم البرمجة لبناء وتصميم كيان في العالم الافتراضي، يعني ولا موقع انترنت، برنامج، أبليكيشن على الجوال، هاي معنى المبرمج، من خلال امتلاك مهارات لازمة في لغات البرمجة الحديثة. الآن يستطيع المبرمج القيام بالكثير من الأعمال، أذكرها أو أذكر بعض منها: تصميم مواقع إلكترونية، تصميم ألعاب، تصميم أو تطبيقات تجارية مثل برامج المحاسبة. هذه الأمور أكيد بحاجة لمبرمج. في عنا هنا نقطة صيانة الحاسوب والشبكات. طبعا أكيد أي مؤسسة بحاجة لشخص يكون بصيانة، والله عندي مؤسسة الشبكة فيها مشكلة، اللان سويتش فيه مشكلة، الكمبيوترات بدها فرمتة، فبالتالي مش شرط إنهم يوظفوا عندهم مهندس برمجيات أو مهندس حاسوب يعمل صيانة، لا، إحنا ممكن نعلن على مواقع التواصل الاجتماعي إنها بحاجة مثلا لمتخصص في الصيانة يجي يعملنا صيانة لأجهزة المؤسسة، أو مثلا بدنا متخصص في الصيانة يجي يعملنا صيانة للشبكة. تمام؟ فهنا في العالم الافتراضي أو العالم الافتراضي يعتمد على أجهزة الحاسوب على اختلاف أنواعها، وهناك حاجة إلى مثل هاي الوظيفة، وظيفة الشخص اللي هو بيكون بعملية الصيانة. هذا الشخص المتخصص في صيانة الحاسوب والشركات إيش مهمته، ما مهمة الشخص المخصص أو الشخص اللي مهمته صيانة الحاسوب والشركات؟ أول إشي حل مشاكل أجهزة الحاسوب المادية والبرمجية، والله جهاز حاسوب خربان في قطعة، ولا جهاز حاسوب بده فرمتي، ولا جهاز حاسوب بده فيروس، هذا المقصود بهاي الجملة. النقطة الثانية علاج مشاكل الشبكات والتواصل والاتصال بين الأجهزة، يعني والله أنا عندي مشكلة بالشبكة والشغل عندي قائم على الشبكة، فبيجي بيعمل صيانة للشبكة، سلاك فيها مشكلة، لأن السويتش خربان، وهكذا. النقطة الثالثة من مهام هذا الشخص اللي هي حماية الأجهزة والشبكات والمعلومات معلوماتنا العبث والضياع، يعني بتيجي بتحفظ للسيرفر، بتيجي بتعمل نظام حماية، فاير وول، برامج أنتي فيروس، وباقي التفاصيل التي تطول. هذول الثلاث نقاط مطلوبات معانا في هاي الجزئية. مستشار في الإنجازية في الإنتاجية، فكرة مستشار في الإنتاجية يعني إنسان خبير في إشي معين. الآن مثلا والله ناس بدهم يفتحوا مشروع معين،
إيه هذول الأشخاص عندهم خبرة في شغلهم، بس مثلا مشروع لحمة عندهم خبرة باللحمة، أما باقي التفاصيل بحاجة لمستشار في الإنتاجية. كثير من الشركات زي مثلا مؤسسات اللحوم أو المخابز لما يفتحوا بيجيبوا مستشار إنتاجية، هذا المستشار بيجي بيعمل لهم جدوى اقتصادية، بيجي بيعطيهم الأمور الضرورية زي مثلا أمور الصحة، أمور النظافة، بيعطيهم أمور مثلا شروط العمل، زي مثلا بيجي بكلهم يشترط انه مثلا في المصنع الجلافز مثلا الطاقية الموجودة على الرأس، يشترط مثلا تنظيف المياكن في المادة الفلانية، يشترط، يعني بيعطيهم تفاصيل وبيعطيهم خطة عمل علشان يستطيع يقوموا فيها. ومش شرط اني انا اوظف عندي بالشركة مستشار انتاجي، لا، انا بروح على شركة معينة سواء الكترونيا او بتواصل مع الشركة وبيجيبوا لي المستشار بيقوم لي في هذه الابحاث. مثلا بعض الشركات بدها تاخذ شهادة الايزو، فبالتالي بيجيبوا مستشار انتاجي علشان يطبق معاهم الشروط تبعت الايزو، عشان لما يجي الايزو يفحصوا يلاقوا الشروط مطبقة، فبيجي المستشار بيحكي لهم القواعد العامة وبيشرف على تطبيقها. طيب حكينا هون على هاي الجزئية، الانتاجية هي هدف كل عمل وظيفي والاهداف تنبع من النتاجات لكل عمل نتاج. طيب تمام، من هنا تظهر الحاجة الى مثل هاي الوظيفة، اذا تظهر الحاجة الى مستشار في الانتاجية. علل ذلك. النقطة الأولى إعادة تقييم الإنتاجية، النقطة الثانية طرق تطويرها وتحسينها، النقطة الثالثة الالتقاء بها إلى مستوى أفضل، النقطة الرابعة الإنتاجية هدف كل عمل وظيفي والأهداف تنبع من النتاجات ولكل عمل نتاج. طيب هنا بنكون خلصنا هذا الدرس وخلصنا الوحدة وخلصنا المادة. خليني نجي على أسئلة هذا الدرس. السؤال الأول، أذكر ثلاث من طرق نقل الأموال بين شركة تجارية وزبائنها مع تحديد الفروق بينها. طرق نقل الأموال إما بتكون كاش من تعرفينها، أو عن طريق شيك، أو عن طريق تحويل بنكي، أو عن طريق الخدمات الإلكترونية زي جوال بي، زي البيبال، زي الفيزا كارد، مليان طرق للويسترن يونيون. تعرفوا الويسترن يونيون اللي بتروح انت عند شركة معينة بتحط مبلغ لشخص وبيعطوك كود معين، الآن هذا الشخص بتعطيه الكود انت بروح أي مكان في العالم في نفس الوقت وبستلم المبلغ. خلينا نشوف الإجابة النموذجية. طبعا هذا السؤال أوبن، يعني ممكن تلتزم في الإجابة النموذجية وممكن من عندك، تمام، بس يعني الجواب لازم يكون صحيح أكيد. هون حكينا الدفع النقدي أو الشيكات، الدفع المباشر، الفيزا كارد هي بطاقة إلكترونية مرتبطة مع الحسابات البنكية تساعد على استخدام المال المتوفر في الحسابات مقابل خصم أي مبلغ مالي بسيط. يعني أنا مثلا بيكون معي بالفيزا كارد $1000 مثلا، بدي أدفع لشركة معينة ثمن مثلا، والله أنا رحت على آي هاوس عن طريق الإنترنت فاتح موقعهم، بدي أشتري آيباد معين عن طريق الفيزا كارد، مثلا آيباد $500 حقه، فبالتالي لما أضيف الرقم اللي إلي بينقص من حساب اللي موجود قبل في الفيزا كارد، وثم السلعة بتتسجل باسمي. في شيء اسمه الماستر كارد، هي بطاقة عالمية تصدر بالتعاون مع مؤسسات اقتصادية مختلفة، توزع تحت العلامة التجارية ماستر كارد، يتم التحكم في الائتمان لحاملي البطاقة عن طريق المؤسسة المالية تصدر تلك البطاقة. هذه مثال آخر. في إن التحويل البنكي، تعرف كيف تحويل البنكي؟ الويسترن يونيون شركة تقدم خدمات خاصة بالمعاملات المالية، خدمات الاتصال بين جميع أنحاء العالم. وقلت لكم اليوم عندنا بفلسطين صار إشي اسمه الجوال بي، وفي طرق ثانية. جوال بي بيكون موجود حساب للمؤسسة، وبيكون برضو عندك موجود حساب خاص فيك، في الحساب الخاص فيك بتكون معبي مصاري، بتروح تشتري بضاعة، ثم بتعمل عملية سكان من خلال الجوال، فبالتالي بنقل ثمن البضاعة لحساب المؤسسة. نيجي للسؤال بعده، اقترح ثلاث وظائف يمكن العمل فيها في العالم الافتراضي. يعني مليان وظائف يمكن العمل فيها في العالم الافتراضي. هون مثلا معطينا مصمم تطبيقات أجهزة ذكية مثلا، وفي كتير أفكار. يعني هذا برضو السؤال أوبن، هذا السؤال يعني إلك خاص فيك، وهذا السؤال برضو سؤال نقاشي. خلينا نيجي على أسئلة الوحدة. الآن في أسئلة الوحدة عندنا هون الضع دائرة، أي من التالي يعتبر موقع ساكن؟ الإعلامي لا طبعا، لازم أكاديميكي لأنه طول الوقت في بصير عليه تحديثات. التجاري برضو لا، علشان يستطيع المستخدمين إنهم يتحكموا في الكنترول بانل الخاص فيهم في داخل ذلك الموقع. الاجتماعي برضو لا، يعني لو الاجتماعي
كان ساكن او استاتيكي، معناته كل ما بدك تنزل بوست بدك تودي رساله لمؤسس الموقع علشان ينزل لك البوست، وهذا الاشي مش منطقي. فبالتالي المواقع الشخصيه، ما مجال نشاط الموقع؟ طبعا هنا قصدهم في فكره المجال اللي هي هذا المجال، تمام؟ فهنا الجفرمنت، جفرمنت معناها حكومي، فبالتالي الجواب راح يكون جيم. السؤال بعده، أي من الآتي تعد من ميزات مواقع التواصل الاجتماعي؟ أول شيء استخدامه مقتصر على الشباب؟ لا، فيش منه الحكي، الكل بيستخدمه. حاجاتها لهواتف ذكية؟ لا برضو، آيباد بنقدر نفتحها، بنقدر نفتحها من خلال الكمبيوتر، فبالتالي لا مش دقيق هذا الحكي. التواصل بين أفراد العائلة برضو يعني هذه مش منطقية، يعني ولونها يعني للأسف موجودة بس هي مش صحيحة. إذا النقطة أو الجواب الصحيح اللي هي تتعدى حدود الزمان والمكان. أي من التالية تعد من الممارسات غير الآمنة عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟ نشر فيديو تعليمي يعتبر إشي آمن، نشر صور العائلة، مشاركة بطاقات المعايدة، التحقق من الأفراد قبل إقامة صداقات معهم اللي هي نشر صور العائلة، تعتبر إشي غير آمن. بيحكي لنا هنا إيش واحدة من هذول المهن يمكن العمل فيها في العالم الافتراضي؟ الخياطة، الطبخ، الإنتاج الحيواني. هون راح يكون الجواب الصحيح اللي هو التسويق. ما المهنة التي تحتاج إلى مهارة في مجال البرمجة؟ مدخل بيانات أكيد ما راح يكون عنده، ما بلزم يكون عنده مهارة في البرمجة. معالجة البيانات، تصميم الصور والألعاب، لازم يكون عنده مهارة في برامج الملتي ميديا، تمام؟ فبالتالي تصميم المواقع الإلكترونية هي عبارة عن المهنة اللي بحاجة لمهارة في مجال البرمجة. ممكن يكون السؤال ما المهنة، يعني في مثلا في إجابة نموذجية موجود، إيش المهنة التي لا تحتاج إلى مهارة في مجال البرمجة؟ إذا أجت لا تحتاج رح يكون الجواب اللي هو مدخل بيانات. هنا عندنا السؤال الثاني، طلب منك تقديم نصيحة في كيفية العمل في مجال تخصصه في العالم الافتراضي. هذا الجواب متروك إليك. ما الوظيفة؟ هذا الجواب مطلوب إليك. وظف أي من الإعلان عن وظيفتك؟ هذا الجواب مطلوب إليك. خليني نجي على السؤال الرابع. السؤال الرابع مهم، دير بالكم منه. إيش المقصود بالجرائم الإلكترونية؟ طبعا الجرائم الإلكترونية هي الجرائم التي تتم من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، أبرز الإنترنت، مثل النصب على الإنترنت، سرقة البيانات، الهاكرز، هذه جميعها جرائم إلكترونية. الابتزاز برضو تعتبر جريمة إلكترونية. التشهير مثلا. النقطة اللي بعدها، طيب هنا، هل توفر دولة فلسطين قضاء خاصا في الجرائم الإلكترونية؟ احنا في عندنا قانون خاص في الجرائم الإلكترونية. اذكر بعض الامور التي تعد جرائم إلكترونية، يعني هنا حكينا التشهير بشخص ما، التحريض على عمل إرهابي، التهديد، دبلجة صورة نشر الأشخاص وغيرها الكثير، الابتزاز، كثير من الأمور تعتبر جرائم إلكترونية. اكتب تقرير مستعين بشبكة الإنترنت، بتكتب أنت تقرير إن شاء الله بعد ما تخلص توجيه. على كل، الله يعطيكم العافية، خلصنا الدرس والوحدة والمادة، ربنا يوفقكم يعطيكم ألف عافية.